بسم الله الرحمن الرحيم. نحكي اليوم عن جهاز i22. جهاز i22 راح ندخل اسم المريض، ندخل اسم البنايه، بعدين نقول له ستارت اذا بدنا نحن هلا نحن هون البيشنت تبعنا، نحط نوع الطاي تبعنا مثلا نحن هلا بنعمل ابدوت ايكو، نحط المعلومات اللي بدنا اياها، بعدين نقول له كلوز. فدخل الاسم. هلا هناخذ برو، اختيار البرو بنختار هون بنكبسه هون، بيطلع لنا عدة البروبات اللي عم نشتغل عليها، وبناخذ الاس مع كارديك ادوت، بناخذ البرو ونبلش نصور عليه. ناخذ صورة، هي صورة الايكو. صوت الايكو تبع القلب. هاي بلا كلام، خلينا نرجع للصورة 2D بس. شايفين وضوحية الصورة كثير عالية بالنسبة لقلبي. صوته نقبل الدب شوي عشان اشوف الصوره هيك الصمام واضح بامتياز، يطلع الصوره رائعه. ناخذ له كلام الكلام هذا شوي. لا اول شيء ناخذ كلام ال 2D عند كوير، نستنى على الصوره كوير كمان أقوية مع ثالثة مع كلار عشان نصور الصورة. تمام، رح ناخذ فيديو كمان. إذا في عنا فيديو في عنا صور عادية كمان فيديو ناخذه، بعدين ناخذ الكلار، ناخذ الصورة، ناخذ كونتينوس وي، في ناخذ 3 تشامبر كمان، 3 تشامبر، نشوف الكلاس، نشوف كونتينوس وي، هي من هون بتظهر. تشي دوبلر كمان، هرجع هون كصورة، ناخذ تشي دوبلر كصورة، تشي دوبلر، هاي تشي دوبلر تبع الجهاز، هاي بالنسبة لجميع القياسات، طبعا كل بار فيها جميع القياسات اللي بدنا اياها، هاي دوار، ناخذ دوار. إذا ما كالبار فينا هون ناخذ كمان دول، ناخذ صورتين إذا بدنا، في ناخذ شيء اسمه تقسيم صور اي تي دي ار. في طبعا هي أهم شو اسمه الصور، في عنا امو كمان إذا بدنا ناخذ امو بيت نعطينا الامو ونعمل الكلام. هيك بكون احنا شفنا اهم قياسات تبع ال 2D، هنشوف باقي التفاصيل على جروب الكومبكس بعد المقطع الجاي. كويس على نفسه شغال ناس. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي حنصور جروب الكومبكس، نختار جروب الكومبكس من هون، ناخذ جروب الكومبكس C15 ابدومين، ناخذ الصوره تبعه من صوت الكلية من صوت الهوية، نخفض الجون شوي مشان تكون تمام الصورة أحلى. من صوت الكلية
هي مع هارموني. فينا طبعا نعمل اوبتمايزيشن للصورة، نعطي ريزوليوشن كومبلكس، نعطي هيك الكلية، والكلية إذا أخذناها كلار هي التربية الكلوية شايفين، بس حبس نفسها شوي، شايفين الشجرة الكلوية، الصورة رائعة. أخذنا صورة كلية، هي الطريقة الكلية بتاع الشجرة، بس نفسك شوي، نفاس، بس نفسك، الطريقة طبعا، SCBA، تذكرها. مش عم تقولي هي صوت التوبي تبعه، يعني ناخد عدة مابات، في عنا عدة مابات ناخد ريف كروم وغير ألوان، فينا ناخد ريزيستنس عالي مش عارف تعطيها لون للصورة، ناخد لون للصورة شايفين خدناها. في عنا ناخد كاميرا، في عنا ريزوليوشن، هي اخذنا ريزوليوشن هلا هيك، سون سي تي بدونه، هي بدون اكس ريس، بدون سون سي تي هي الصورة، بوجود اكس ريس في عنا الصورة، بس سون سي تي بتعطي معلومة اكبر، تفاصيل اكثر، هي المرارة، نكبر الدبس شوي، هناخذ كلية مرة ثانية، هي ماكلها. هاي الطريقة بس سدد نفسها شوي، هاي الباص ويف على شي وعاء هاي سنة، ناخذ الدب مرة ثانية، ثانية ثانية بس نفسها نفسها، لا تنفسي ثانية. بس مرة تانية سبي فينا ناخدها، هاي كبر سبي شوي، بس 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 شوي، هذا وليد، فينا ناخدها معه، بس 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 شوي. الصورة سيفا، هاي بالنسبة للصور اللي بناخدها، طبعا فيه هاي كيو يعني يعطينا قياسات لإلها إذا كانت قياسات صحيحة، بس ناخذ إشارة صحيحة. وفي في عنا بروب تاني حنشوفه هلا كمان، اللي هو بروب الأربعة تسعة، نشوف الصورة هون، هذا أربعة تسعة بناخذوه للبيدياتر كان بالعادة، بس حنشوف صورته هلا. كمان هاي هناخد جيل، هاي جيل هنختار البرو الأربعة تسعة، بدنا ناخد مثلا هون في أوريجينال مثلا